رحب معنا بالباحث الاقتصادي محمد رمضان. هلا وسهلا فيك معنا في برنامج بعد السادسة. اهلا وسهلا، مشكورين على الاستضافة. الله يسلمك. نبي نبتدي بالبداية الحديث عن تصنيف الوكالة العالمية موديز للقطاع المصرفي ومتانة الاستثمارات الخارجية للكويت وانعكاسها على متانة قوة الاقتصاد، فنبي تفاصيل من عندك. اول شيء، وكالة تصنيف الائتماني موديز صنفت الكويت كتصنيف سيادي على A1. هذا خامس اعلى تصنيف. في نفس الوقت ما نقدر ان البنوك تصير اعلى من تصنيف الكويت، لان بطبيعه الحال لو صار اي مشكله في قطاع البنوك في القروض او في اصول البنوك اللي هي القروض بالدرجه الاولى، الحكومه لازم تتدخل وتساعد، وهي صار قبل. فاذا كانت الحكومه تصنيفها يعني واطي، تضطر ان تصنيف البنوك ايضا يكون يعكس نفس التصنيف. في حالات نادره جدا اللي بنك معين ممكن يعدي تصنيف البلد نفسه، لكن اساس التصنيف الان في للبنوك هو سياسة البنك المركزي. كان تقرير موديز مدح سياسة البنك المركزي بشكل كبير، تضخم منخفض أقل من 3%، من 0 إلى 3%. في سنوات كان 1 و2 و3%، فهذا جيد، وهذا بسبب السياسة النقدية وأن ربط الدينار بسلة عملات غير معلنة، فبالتالي سعر الصرف اللي يتحكم فيه البنك المركزي يقدر يعني يقلل التضخم بشكل أو بآخر، نظرا لأن البضائع كلها مستوردة. أيضا الإجراءات اللي تمت بالمحافظ اللي أثرت على محافظ البنوك هي عبارة عن قروض لأفراد مضمونة رواتبهم من قبل الحكومة، عقار، شفنا أن انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزي أدى إلى ارتفاع أسعار العقار. ايضا الاسهم، شفنا ان البورصه ارتفعت واغلب الاسهم يعني او الاسهم المهمه ارتفعت بشكل جيد، وهذا يعكس متانه اصول البنوك المرهونه، وبالتالي ايضا يعكس متانه القروض. فهذا اللي هو يخلي التصنيف بهذا ما ينخفض، يخلي تصنيف البنوك ما ينخفض، بل بالعكس. يعني حتى المشاكل السياسية اللي في الكويت بين الحكومة والمجلس وضعف بعض الهيئات الحكومية، هذا ما كان له علاقة في سياسة البنك المركزي، لأنها منفصلة تماما عن هذه كل الأمور، هذه أدت إلى الحفاظ على تصنيف البنوك أو القطاع المصرفي. خلينا نتعرف على شنو الإجراءات اللي يتخذونها عشان يوصلون حق هذا التصنيف الائتماني في القطاع المصرفي الكويتي عند الـ A1 حسب تصنيف الوكالة العالمية. شنو الإجراءات؟ يعني أنت تقول مثلا الأصول، العقار عالي، كيف هم يعني يوصلون يعني حق هذا الأمر؟ حلو، احنا شفنا من بداية كورونا أسعار العقار ارتفعت كثير في الكويت. صحيح. السبب وراء هذا كله هو طبعا بشكل رئيسي البنك المركزي الكويتي. خفض الفوائد بشكل كبير. هذا معناته ان اذا انا عندي عقار يدر مبلغ معين ممكن اقترض، يعني هذا المبلغ حتى لو كان قليل بسبب انخفاض الفوائد ممكن اقترض واشتري، فصار العائد مغري بعد خصم اقساط القروض او فوائد القروض، صار عائد العقار مغري اكثر وبالتالي ترتفع اسعاره. ايضا اتخذ اجراءات اخرى اعطى مساحه اكثر للاقراض من قبل البنوك. يعني لو كان قبل يقرض البنك 60% من قيمة العقار، أصبح يقرض على 70% من قيمته، فهذا يعطيك مساحة أكثر في الإقراض، فالقروض صارت بفوائد أقل مغرية أكثر، وفي نفس الوقت إمكانية البنوك للإقراض صارت أكبر، فبالتالي صعدت أسعار العقار، وهذا شفناه. يعني صعود أسعار العقار اللي هو مرهون بالدرجة الأولى للقروض العقارية يؤدي الى جوده اصول البنوك. خلينا نتكلم عن يعني ايضا اشار التقرير في بقاء القيمه السوقيه للنفط اكثر من تقريبا 90 عام، يعني ايضا في القادم، يعني هل هذا ينعكس ايضا على الاقتصاد الوطني؟ طبعا هو اشار التقرير الى ان احتياطيات النفط المؤكده مستمره لمده 90 سنه لو افترضنا ان نسبه الانتاج الحاليه كما هي. يعني وضع تقديري. تقديري على اساس ان نسبه او كميه الانتاج مثل ما هي واحتياطيات المؤكده مثل ما هي، ولكن في الحقيقه الاحتياطيات المؤكده تزيد مع الوقت، لان في استكشافات نفطيه جديده، وبالتالي ممكن النفط يزيد عمره اكثر، لان الكويت كلها لم تستكشف بالكامل، يعني مثل ما دائما في استكشافات نفطيه جديده وجديده وجديده، هذا يؤدي الى الاحتياطيات بالعكس ممكن مع الوقت تزيد ولا تنقص. وشلون ساهمت اللوائح التنظيميه لبنك الكويت المركزي بدعم الاقتصاد الكويتي؟ مثل ما قلت لك انه خفض الفائده بشكل كبير، زاد مساحه الاقراض لدى البنوك، يعني اقراض نسبه الى الودائع ارتفع، الاقراض نسبه الى قيمه الاصل ارتفعت، الاسهم
بالتالي الأسهم المدرة اللي تحقق عوائد أصبحت مغرية أكثر، أصبحت ترتفع أكثر. ارتفاع هذه الأسهم ومع التقارير الدولية وهذا يعني تثبيت التصنيفات أدى إلى أن أجانب ممكن يدشون بزيادة، وهذا اللي حدث، أجانب يدشون، فأدى إلى ارتفاع يعني أكثر، ارتفاع أكثر بالأسهم المدرة. وهذا بالضبط اللي قاعد نشوفه، المستثمرين الأجانب دخلوا الأسهم صعدت مدفوعة بجودة أصول البنوك بالدرجة الأولى اللي على أساس الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي. يعني عملية جذب وتسويق حقيقة بعد في أمور عملية معقدة ولكن تمت بنجاح. بالعكس يعني بشرحك أكيد يعني كان واضح معنا شنو هي الوسائل المالية والاقتصادية المتاحة لتحقيق استمرار هالفائدة على نحن نظل بهذا التصنيف. لا احنا المفروض نصعد هذا التصنيف ونخفض. الموديز خفضت تصنيف الكويت درجتين في سنة 2020 مع بداية أزمة كورونا بسبب انخفاض الإيرادات النفطية. اليوم لو تم إقرار بس يعني مواكبة مع الظروف يعتبر يعني لا هو مسألة سياسية. بالعكس ملاءة الكويت المالية زادت بسبب ارتفاع أصول احتياطي الأجيال بشكل كبير جدا، حقق أعلى يعني ارتفاع تاريخيا 33% نسبة النمو كانت الأعلى تاريخيا. هذا يعطيك يعني ملاءة مالية أكبر. في نفس الوقت ارتفعت أسعار النفط، حتى العجز في الميزانية انخفض بشكل كبير جدا في الأشهر الأربعة الأولى. هذا كله يزيد الملاءة المالية، لكن المشكلة عندنا وين؟ إن صندوق احتياطي الأجيال مو مفتوح لدعم الميزانية بسبب عدم وجود قانون يسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال. في رفض شعبي ونيابي لهذا القانون، ولكن هذا بطبيعة الحال لازم يتغير طالما إن هناك في عجوزات وفي مسألة سحشح السيولة. يعني معناته إذا إحنا نبي نرفع من التصنيف نقر قانون السحب المنظم من احتياطي الأجيال يرتفع التصنيف، وهذا طبعا يأثر بشكل إيجابي على قطاعات مختلفة. مثل ما ذكرت أن نسبة احتياطي النفط الكويتي عالية، فكيف يمكن أن نخليها تعود بالنفع على دولة الكويت؟ في عندك طريقتين. الطريقة الأولى اللي نجحنا فيها هي احتياطي الأجيال، يعني كنا ناخذ من الفوائض الإيرادات النفطية ونحولها لاحتياطي الأجيال. النمو مع الوقت بشكل كبير جدا، أصبح اليوم يعادل ما يقارب 700 مليار دولار. هذا بس هذا الجزء الأول، بس هذا ما يفيد الاقتصاد الكويتي بشكل مباشر. بينما عندك التنمية ومشاريع التنمية المحلية، لما تنفقين هذه الأموال بكفاءة عالية لمشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد وتحقق نمو مستمر في الاقتصاد، هذا هو النفع الحقيقي. فإحنا نجحنا في جزء وما نجحنا في الجزء الثاني اللي هو المشاريع التنموية، لأن أثارها التنموية لا تزال ضعيفة. وبالنسبة للأثر الاقتصادي في الاستثمار بالطاقات المستدامة والمشاريع المستقبلية، خلينا نتكلم عنها. يعني احنا الدولة أسعار تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، أسعار النفط هذه متقلبة، فلو أسعار النفط كانت منخفضة ممكن ما يكون الاستثمار بالطاقات البديلة مناسب. بينما لما تكون أسعار النفط مرتفعة الطاقة البديلة الاستثمار فيها يكون مناسب، وبالتالي لازم تكون يعني استخدامها على حسب توقعاتنا لأسعار النفط بشكل كبير، وما يكون مبالغ فيه ولا يكون أيضا خفيف جدا، بحيث أن نستفيد منها وقت ارتفاع أسعار النفط ونقلل، ممكن لو كانت تكاليفها عالية نقلل استخدامها لما أسعار النفط تنخفض بشكل كبير جدا. فهذا لها يعني لازم تكون هناك معادلة اقتصادية أساس ما ندفع كثير وأسعار النفط تكون مثلا منخفضة ونستفيد أكثر، نحقق الفائدة العظمى لما أسعار النفط تكون مرتفعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. وأكيد على هذه المعلومات اللي استفدنا أكيد معاكم إن شاء الله المشاهدين. كل الشكر للباحث الاقتصادي محمد رمضان في العمل المؤسسي في الكويت، طبعا ثابت وقوي، واجه التحديات في كل شيء، متألق وجميل. طبعا أكيد راح ننتقل معاكم لهذا التقرير وهذا الفاصل، نرجع من جديد في البرنامج.